ومتابعين اخبار صباح ومنرحب بضيفنا لليوم الدكتور احمد ابراهيم اختصاصي واستاذ جامعي بامراض الدم والاورام وزرع الخليه الجذعيه. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا وسهل فيك معنا باستوديو اخبار الصباح. خلينا نقول انت استاذ جامعي مش بس بلبنان كمان بفرنسا. مزبوط. نشاطاتك كثيره يعطيك الف عافيه. ويمكن اكيد التركيز الاساسي هو على امراض الدم وبدنا نحكي اليوم اكثر عن اللوكيميا يمكن هو من ابرز الامراض. اللوكيميا اللمفوما يعني امراض البون مارو والخلايا الليمفاويه. والعلاجات دائما في تخوف للعالم من العلاجات بس قبل ما نحكي بها التفاصيل بدنا نحكي عن اللوكيميا. اول شيء في شيء سجل وطني ما بعرف بيتضمن هالحالات اللي عم بتتشخص بلبنان؟ انا عايش امراض الدم بلبنان من 20 سنه لما جيت على لبنان وبعدني من بريد لبنان. فالسجل الوطني بما يخص اللوكيميا او امراض الدم عم ينشغل عليه، يعني منه سجل كثير واضح كثير كومبريهنسيف متكامل. اكثر بالاورام السوليد تيومرز اكثر اشتغل عليه كثير. بامراض الدم نتفي اصعب لانه بيتطلب اكثر تقنيه واكثر لوجيستكس حتى نقدر نجمع الحالات بلبنان، لانه بتعتمد على المستشفيات المختبرات ما بس على الانسجه. بالاورام السرطانيه الغير امراض الدم بياخذ واحد الفحص النسيجي بيعرف اسم المريض وين ساكن عنده الريجستري عنده السجل، بينما امراض الدم بيتطلب انه يفوت على المختبرات يفوت على المستشفيات اكثر وبدقه اكثر لحتى يقدر يجمع كم حاله لوكيميا كم حاله لمفوما يعني مرض لمفاوي او ما شابه. وهي القصص ما عم بتصير؟ عم بتصير عم نشتغل عليها بس بعدها ما لنا متكامله. يعني اذا اليوم قلنا لبنان كم حاله اكيوت لوكيميا فيه ما في نعرف بريسايزلي بس بالمستشفيات الرئيسيه في سجلات بنجمعهم مع بعضهم بس ما انه بيمثلوا كل البلد بيمثلوا اكثر من ثلثين البلد او ثلاث ارباع البلد بس بحاجه لنكون مور بريسايز اكثر كونسيستنت اكثر مزبوطين انه نعمل سجل متكامل. ان شاء الله عم نشتغل عليه وان شاء الله بس دكتور يعني الجمعيه امراض الدم هل هي النسبه عم بتزيد او عم بتقل؟ الابحاث والتطورات بالعلاجات عم بتحد من عم بتزيد النسبه. الامبريشن اللي عندنا اياها انه عم بتزيد بمناطقنا عم بتزيد لانه في العوامل الخارجيه اللي موجوده بكثافه هون مثل بترول واستعمال البترول والتعاطي الغلط مع البترول غازات البترول كله هيدا بيأثر وبيعمل لوكيميا. في عنا المواد الكيماويه المستعمله بطريقه عشوائيه الموجوده بارضنا، المواد النوويه ما بعرف نحن مثل مختبر لبعض الاسلحه اللي يمكن نوويه او غير نوويه. المواد الكيماويه النفايات كل النفايات اللي عم تبين هلا نحن معنيين فيها بلبنان والفيروسات معنيين فيها. يعني عندنا كل شيء حوالينا ما يسبب امراض الدم والاورام اكثر من غيرنا موست بروبلي وهيدي موجوده بطريقه عشوائيه وكثيفه. فاكيد نحن معرضين لانه نعمل اكثر من غيرنا. في عوامل داخليه تتعلق بالخليه الجينات هيدي ما فينا نتحكم فيها موجوده يعني عندنا موجوده عند غيرنا لا عامل الجينات انه الجينات انه المكنه الموتور تبع الخليه تركيبه فيها غلط بتصير بفتره او بنخلق فيها غلط او بيطرا عليها غلط هيدي ما فينا نتحكم فيها مثل العوامل الخارجيه الدخان كمان تدخين. يعني عندنا كثير عوامل لازم نضبطها وهيدي مهمه بالسياسه الصحيه انه نضبطها لحتى نخفف من هالامراض المستعصيه اللي هي عم تقتل شبابنا وصبايانا وعمال تكلف المجتمع. في عامل وراثي بما انه ذكرنا الموضوع ممكن ينقل الامراض في بعض العوامل الوراثيه قليله 5% من العوامل الوراثيه. دكتور بيقولوا ما بعرف قد ايه مضبوط انه اللوكيميا هو اكثر الامراض السرطانيه القابل للعلاج والشفاء منه، قديش هالشيء صحيح؟ صح إلى حد ما وحد كبير صح. اللوكيميا كلمة خطرة وكلمة بتخوف كثير. في نوعين، في شيء بسموه مزمن وفي شيء بسموه حاد. اللوكيميا الحادة كلمة كبيرة، كلمة بتخوف أكيد، ولكن بآخر 30 سنة 25 سنة صار في تطور هائل بعلاجها لدرجة إنه صار أكثر من 60-70% من المرضى بيشفوا من هالمرض الخطير. ما ضروري ياخذ مواد كيماويه اوقات خطره او ينعمل له زرع على نخاع العظم، اوقات بكفي حبوب. مثلا احنا عشنا انا شخصيا ناس معي عاشوا تطور علاج لكرونيك ميلويد لوكيميا الابيضاض النقوي المزمن. من زمان كنا نعمل له زرع نخاع عظم. نعم. لا محاله. واللي ما نقدر نعمل زرع نخاع عظم يموت لانه تصير ابيضاض حاد، لوكيميا حاده. هلا انشغل كثير وناس لبنانيه اشتغلوا عليها برا. على على نفهم شو هي المشاكل الجينيه تبع اللوكيميا ولانه في بعض الكروموزومات بعض الجينات عم تتفاعل غلط بين بعضها
وحاولوا بالأدوية يوقفوا حبوب يوقفوا تفاعل الجينات الغلط اللي عم بتحول الخلية المش منيحة المنيحة لخلية مش منيحة. أوكي. وهذا مثلا تايروزين كايناز انهيبيترز اللي هو آخر تطورات آخر 20 سنة لهاللوكيميا اللي صار 90% منها بيشفوا بحبوب بيتاخد يوميا. مدى الحياة؟ بس حبوب مدى الحياة ما عم تندرس هلا كيف نوقفه بغض النظر في بعض الناس يوقفوه ياخذوه لفتره معينه يكونوا متجاوبين منيح ويوقفوه بيقدروا يوقفوه بحالات معينه عم تندرس معينة. عم تندرس هيدي مثلا اكزامبل قد ايه مهم بيلعب التشخيص كمان دور اذا تشخص بطريقه يعني بكير المرض او مؤخره قد ايه كمان شخصيا انا كنت احد تلامذه اللي عملوا بسموه الفرنش امريكان البريتش كلاسيفيكيشن تبع الاكيوت لوكيميا بباريس وآخر هيدي عشتها من 30 سنة وخمسة من 30 سنة تقريبا بآخر 30 20 سنة صار التشخيص أداء ما عاد بس نعتمد فيها على الخلية بالمجهر إنه هيدي نوع لوكيميا ما بكفي صار مفهوم التشخيص متطور أكتر تندرس الخلايا خارجيا الممبرين اللي لها وجوه كيف جيناتها وكيف مشاكلها المناعية حتى نعرف تركيبتها الجينيه وصار فيها انواع صار فينا نقسم اللوكيميا لانواع مختلفه ولعلاجات مختلفه اكوردنج حسب الوضع هذا هذا موجود بلبنان تشخيص صعب بس يتطلب انه يكون موجود بمراكز كبيره جامعيه وهالمراكز ما تكون فقط في بيروت لانه بتكون بالمناطق بكل المناطق يعني نوع من المراكز المتخصصه اللي عندها خبره اللي هي لازم نعتمد عليها من زمان كان في مختبر مركزي بلبنان مثلا يكون في مختبرات مركزيه لهالامراض هي لانه هي بتتطلب خبره وبتتطلب مال وبتتطلب بشر فمن الناحيه العمليه كل ما يكون في مراكز جامعيه ومتطوره كل ما التشخيص بيكون مزبوط ومتكامل بلبنان 90% من التشخيص من المستشفيات الجامعيه 90% من الطرق موجوده ولكن نتفه عشوائيه لازم تتنظم 10% عم نتكل فيها على برا بنودي فحص لبرا بيجي متكامل الانسان ما انه 100% متكامل لبنان ما لنا دوله مثل امريكا واوروبا الغربيه مثل دول امريكا واوروبا الغربيه بس احنا متطورين جدا بالطب. متطورين بالطب مش لازم ننام على انه دائما نقول نحن متطورين جدا نحن لازم نشتغل دائما لحالنا لنضل ونلاحق نحن بالمنطقه بتصور متطورين جدا ولكن التطور از ريليتيف شيء نسبي يعني ما ننام ونقول متطورين في شغلات ناقصتنا نشتغل عليها وفي شغلات بدها تنظيم ننظمها لحتى نقدر نعتمد نتائج نحصل على نتائج مضبوطه دكتور نحن بنعرف انه في فحوصات طبيه دوريه لازم تصير لكل انواع الامراض مش ضروري بس الامراض المزمنه بس انه مثلا البريست كانسر كل سنه السيده بالحالات الطبيعيه لازم تعمل فحص باللوكيميا في وقايه از ديفرنت وقايه من اللوكيميا هي وقايه من عوامله الخارجيه العوامل الداخليه صعب كثير العوامل الداخليه اللوكيميا نشتغل عليها ولكن أوكي. في بعض الامراض المزمنه بالدم ممكن تتحول للوكيميا وبعد اللوكيميا المزمنه ممكن تصير اكيوت حادة. لوكيميا حاده هيدي بدها متابعه وبدها متابعه بس دوريه بس قبل ما نوصل لهالمرحله قبل يعني ما نوصل لمرحله يعني ممكن في شي فحص دم نقدر نعرف اذا نحن معرضين ممكن اكثر ممكن الواحد يعمل فحص دم بجانيوري ويكون نورمال ويعمل فحص دم بعد 3 اشهر يكون عنده اكيوت لوكيميا يعني ما فينا نحصر لانه اسمها اكيوت لوكيميا ولكن نحن بنعرف انه اذا في عوارض عوارض مثل شو مثل مثلا اللوكيميا الحاده هي بتضرب نقي العظم يعني بتفقر الكريات الحمر والكريات البيض والصفيحات يعني بتفقر المناعه بتخفف المناعه بتخلي الانسان ينزف لانه الصفيحات بخلونا ما ننزف والكريات الحمر بيوت بصير الاكسجين يوطى بالدم بصير في عنده انيميا اذا الواحد صار شاحب عم ينزف عم يعمل حراره التهابات متكرره بلش يخف وزنه او طلع بطل ياكل طلع جونغليون يعني تدرجات لمفاويه هون لازم يخاف ولازم يفكر انه يكون في مرض خطير بالدم ولازم ساعتها نعمل الفحوصات بس ممكن ما يكون عنده شيء وبعد 3 اشهر يبين شيء هلا في امراض مزمنه مثل الابيضاض النقوي المزمن الكرونيك ميلويد لوكيميا اذا ما تبعناها مزبوط ومع اعطيناها ادويه مزبوط ممكن تتحول لاكيوت لوكيميا هون بتطلب من المريض انه يكون متابع دوريا واذا قلنا له اوقات انه الوضع مستقر ومنيح مش ينام على ودانه على حرير ما يعمل يعني. شيء على حرير ويقول ما بدي اعمل شيء لانه ممكن يتعرض لنكسه خطيره ويتطور المرض دكتور كنت عم تقول لنا العلاج انه عم بيكون من خلال الحبوب مثل ما ذكرت في يكون كمان علاج يعني علاج كيميائي او في علاجات اخرى شو هي ابرز العلاجات ويمكن زرع نقي العظم هلا قبل ما نحكي عن زرع نقي العظم او الخلايا الجذعيه اخر 20 سنه تطورت علاجات اللوكيميا خاصه الحاده
منها لانه هي اللي بتخوف اكثر شيء بالوضع. لا كان في علاجات اول شيء ولا شيء، علاجات خفيفه لانه ما نعرف لها، بعدين صار في علاجات كيميائيه، بعدين انفهمت الخلايا وخصائص الخلايا داخليا وخارجيا كيف الخلايا والانفايرمنت لها وين عايش الخليه، وصار في علاجات ذكيه مع العلاجات الكيميائيه او بدون العلاجات الكيميائيه. العلاجات الذكيه شو شغلتها؟ علاجات موجهه تارجت ثيرابي بتروح على هالخليه بتنزع لها السيستم اللي هو غلط اللي عم بخليها تصير خليه سرطانيه او بتوقفه، بتصير الخليه تموت تدريجيا او تتحول لخليه نورمال. بعطي اكزامبل وهيدي عشت حتى مع الناس اللي اكتشفوا هالادويه لبعض اللوكيميا. في مرض اسمه اكيوت بروميلوسيتيك لوكيميا، ابيضاد نقوي حاد كان من 30 سنه يقتل كل المرضى، 10% بس يعيشوا بالعلاج الكيميائي فقط كان ينعطى. بعدين اكتشف انه في الكروموزوم 15 و17 راكبين غلط. في دواء الفيتامين اي، اذا حولتي وفشكلت انه غيرتي نتفل الفيتامين اي واعطيتيه حبوب بسموه اول ترانسيتونيك اسيد مع الكيماوي او مع ادويه ثانيه، صار 80% من العالم تشفى منه. 80% لانه هالدواء الذكي هيدا بيروح على الجينات بيرجلج الجينات. الكرونيك ميولوجينس لوكيميا قلت لكم الابيضاد النقوي المزمن حبوب. اللنفوما ناخذ باللنفوما، من 20 سنه اكتشف انه على الخليه في دليل مناعي اسمه سي دي 20 سي دي 20، هيدا موجود بمعظم الاجريسيف لنفوما، اللنفوما القوي الحاد، بتجيب صاروخ موجه اسمه انتي سي دي 20 انتي سي دي 20. هالانتي سي دي 20 بيجي مع الكيماوي بيضرب الخليه وبيقتلها اكثر، وصار 20 ل 30% نتائج والشفاء اكثر. في فاذا في علاجات كيميائيه يعني عم نوصل ل 100% تقريبا. لا 100% بكير بعد، لانه اذا قلنا اول شيء 60 وزياده عليهم 20 30. لا 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 عم نقرب، هي منا كومولاتيف، هي بشكل عام 60 70%، ولكن كله هيدا بجهد ابحاث كثير قويه وبجهد مصاريف، يعني جهد بشر وماده ومختبرات وتعاون بين الدول. لهيك نحن بلبنان لازم كمان نتعاون بين بعضنا ونتعاون مع هالدول ونعتمد على كل المرجعيات الموجوده بالبلد وبرات البلد اللي في مرجعيات كثير لبنانيه عم بتساعدنا برات البلد او غير لبنانيه عم نتفاعل معها لحتى نطور هالعلاجات هيدا. دكتور اي حال بيتم اللجوء لزرع الخلايا الجذعيه، وقد ايه في توجه هلا مثلا السيده الحامل بس بدها تولد صح انه يحفظوا هالستام سيلز، لانه هي ممكن تكون لبعدين علاج مش بس للوكيميا، لحيلا مرض ممكن يكون لحيلا فرد من العائله. شو هي ستيم سيل اول شيء؟ ستيم سيل هي الخليه الجذعيه اللي هي الخليه اللي بتتولد بنقي العظم بالجسم، هالخليه الجذعيه هيدي مليارات الخلايا بنولد منها يوميا، هيدي الخليه بتتكاثر وبتتسير. بتتسير لاتجاهات معينه. هي الخليه اللي بتعمل خلايا الدم، خلايا المناعه، خلايا الاعضاء. يعني الخليه الجذعيه اسمها الجذع. يعني بتعمل خلايا قلب، بتعمل خلايا غضروفيه، بتعمل خلايا الاعصاب، بتعمل خلايا ثانيه، خليه رئيسيه، هي الخليه الام. هيدي نحن استخدامها الاولي وكان من زمان ولا امراض الدم والاورام، يعني اللوكيميا واللنفوما. انه بناخذ الخليه الجذعيه اللي هي صح عند مريض عنده ابيضاد نقوي او لنفاوي حاد اكيوت لوكيميا، ومنحطها جوات المريض لحتى تقدر تعطيه مناعة وتقتل المرض، ومنكون قبل قتلنا كل المرض الموجود. يعني قتلنا المرض اللوكيميا وجبنا دونر متبرع أعطاه خليته، ممكن يكون من العائلة برات العائلة، ممكن يكون بيشبه وما بيشبه 100% بالأنسجة، وأعطيناه حتى تشتغل هي مناعيا، وعم نساعدها قبل بمواد كيماوية وإيمونولوجية وموجهة. هيدي بالبداية كانت لأمراض الدم والأورام، ونتيجة مهمة كتير وبيشفى كمية كتير من العالم بهالعلاج هذا بسموه الترانسبلانت، يعني يا أوتولوجوس خليه من نفس المريض يا ألوجينيك من متبرع متطابق أو غير متطابق. هيدا صار بولد 60 بيعطي 60 70% شفاء للوكيميا. ما دائما بنعمله عند المرضى، بنعمله عند المريض اللي بحاجة له، وهيدي حديث بياخذ ساعة أو ساعة طويل. بس انه في شيء 40 ل 50% من الاكيوت لوكيميا ل 60% بدهم اياها اوكي يا بالبدايه يا بس تراجع. وفي شيء 30 40% من اللنفوما من البياض اللنفاوي او ما شابه بدهم اياها، وحتى ل 50 60% الميلوما 60 70% بدهم اياها يا من نفس المريض يا من متبرع. هالخليه الجذعيه موجوده بالبدايه، اكتشفت انه موجوده بنقي العظم،
بعدين اكتشفت انه موجوده بحبل السره وحبل السره قريب كتير لها وتطورت كتير استعمالها بحبل السره. ليه؟ لانه ما دائما بنلاقي متبرع كنا وما دائما كان موجود المتبرع وما دائما كان في تطابق مثل ما بدنا اياه، وحبل السره ما بيتطلب تطابق 100%. وانا عشت مع اللي اشتغل بحبل السرة وكنت أحد التلاميذ اللي عملت أول زرع لحبل السرة بالعالم بال 89 بباريس بسالوي بمستشفى سالوي بباريس. فهيدا حبل السرة ممكن نستعمله لزرع يعني الخلية الجذعية وممكن نستعمله تخزين ونخزنه ونستعمله كمان غير الخلايا الجذعيه للامراض الثانيه العضويه والاخرى. ونفس الشيء الخلايا الجذعيه كمان الموجوده بنقي العظم فينا نستعملها للامراض الاخرى. بلبنان في محل هلا عم نجمد فيه حبل السره، وفي محل كمان مستشفى عمال بنشتغل فيه على الخلايا بالطب التجددي غير امراض الدم والاورام، زرع الخلايا الجذعيه لامراض القلب وامراض الامراض العصبيه وامراض الغضروفيه وما شابه. فلبنان كمان صار بمصاف الدول المتطوره باستعمال الخلايا الجذعيه، ما عادت عم تستعمل لامراض الدم والاورام، كمان عم تستعمل للطب التجددي. هلا بامراض الدم والاورام اكيد معظمها بيكون لوكيميا ومعظمها بيكون لنفوما ومعظمها بيكون امراض وبعض الانديكيشنز بعض الحالات بتكون لا ما لها علاقه لا بالورم ولا باللوكيميا. امراض طبيعيه امراض بناين بسموها امراض منا خبيثه مثل فقر النقي العظم الابلاستيك انيميا خلل بالنقي العظم المشاكل المناعيه غير المكتسبه بسموه سكيد انه بيخلي الانسان عنده مشاكل مناعيه وعم يتعرض لالتهابات وممكن يموت. كمان بنعمل له زرع الخلايا الجذعيه. امراض الهيموجلوبين اللي هي شائعه ببلادنا تلاسيميا احنا ربع لثلث الانديكيشنز تبع الترانسبلانت بمناطقنا هي للتلاسيميا ولهالامراض البناين هول. يعني زرع النقي العظم منه فقط للامراض المستعصيه امراض الدم والاورام المستعصيه، كمان للامراض غير الخبيثه اللي هي نقي العظم ما عم يشتغل، يعني ما في شيء بدنا نحط او عم يشتغل غلط بنبدله بنقي عظم جديد. دكتور في حمله للوكيميا؟ في حمله للوكيميا، لازم نعمل اكثر واكثر حملات للوكيميا 100%، لانه البريست كانسر اكثر شيء فريكوينت بالعالم، فعملنا حملات للبريست كانسر. ما هيك قصدي، انا تصورت لازم نعمل نوع من اللوكيميا تون تيليتون مش ماراثون. لازم نفكر وعم نفكر فيها، بس استلم اذا الاراد الجمعيه اللبنانيه لنقل الدم وامراض الدم، انه نقدر نعمل اول شيء نقطتين مهمين، سجل نشتغل عليه ثلاث نقط سجل، بعدين نعمل جايد لاينز مع وزاره الصحه وعم نشتغل عليها هلا اون جوينج لحتى نقول نساعد العالم والحكمة والمناطق والحكمة اللي مش موجودين بس بيروت موجودين محلات تاني كيف مثل جايد لاينز لعلاج الامراض نتعامل معهم. وتالت شيء التثقيف اللي هو لازم يكون مش بس ببيروت المناطق كلها، انه نروح عملانيين، انه بلبنان في شهادات كبار في اطباء متخصصين كتار شيء مهم، بس على الارض كمان مهمه كمان انه ننزل كمان على الارض ننزل نختص عمليا نعالج نتفاعل مع الاطباء بكل مناطق البلاد لعلاج الامراض مش نشر وعي، نشر الوعي عند العالم ونشر التثقيف الطبي حتى ابن الناقوره ابن الشمال ابن البقاع وابن بيروت كله يكون عنده حل، كله يكون عنده حل وما ضروري يتعذب بالليل وبالنهار لحتى يتاخذ في محل بمستشفى مركزي ببيروت او لا اذا فيها تتعالج القصص حد بيته مثل ما بيعملوا اولاد برا. وشغله مهمه كمان هذا بكلف كثير العلاج، كمان نقدر مع الدوله نشتغل ونعمل خريطه ليش الضمان شو وضعه والاسيورانس الضمان والاسيورانس مثلا اسيورانس واحد معه لوكيميا تجي بتسكر له اللوكيميا بالاندكشن باول علاجاته، اجى لزرع نخل العظم ما عاد فينا ندفع لزرع نخل العظم بتكلف، فوصل على نص الطريق قطعوا الحبل نص الطريق. الضمان يدفع كميه بيساعد كثير بس 10% بده يدفع على المريض، وزاره الصحه الله يساعدها عندها مشاكل ماليه وهلا مشاكل بالادويه وقت ما في دائما الدواء موجود. نحن يعني اذا عملنا جايد لاينز واذا ثقفنا واذا عملنا كل الوعي وساعدنا بنشر الوعي وكل شيء بتوعيه العالم بينقصنا شغله مهمه، كيف بدنا نظبط ماليا ولوجستيا علاج كل المرضى حتى ما يتسكعوا على المستشفيات كله، الناس تتحكم بهالطريقه وناس بهيك الطريقه، كل الشعب اللبناني يتحكم سواسيه،
وما عندنا بس الشعب اللبناني، هلا عندنا شعب غير لبناني وعندنا ناس عم تجي من المنطقه. هون ساعتها بنكون نحن بمصاف الدول المتطوره طبعًا. حتى ما ننام ونقول نحن الاول، نحن الاول، نحن الاول. نحن لا، كمان في عندنا ثقافه لازم نشتغل على حالنا فيها ولحتى نقدر نكون بمصاف الدول المتطوره جدا طبعًا. متطورين بس بعد بحاجه لهالشغلات الصغيره، اكيد ما حدا بيقف محله يعني، حتى نكون متطورين اكثر. دكتور اذا بدنا نحكي عن مريض اللوكيميا، قد هو كمان صار مطلع، قد ايش مع الانترنت بيعرف تفاصيل عن حالته، قد ايش انت من خلال خبرتك كمان ما بعرف بيصير في هالنقاشات الايام تاخذ منحة انه صح. انا اليوم ما حكيت عن كثير العوارض حتى ما سمع درس، لانه معظمنا نجي على التلفزيون بنقول عندنا هالحالات والحالات وبيعطي عم نسمع درس. اليوم الواحد بيفوت على الانترنت عم يلقط اوقات شو الواحد شو العوارض. الانترنت مشكلته شغلتين، حد سيف ذو حدين، صح، يا انه بنفهم غلط المكتوب على الانترنت او بنفوت على المحل الغلط على الانترنت او بنفهم مزبوط. اذا فهمنا مزبوط وتفاعلنا كتير وكنا مثقفين ممتاز بيسهل علينا المريض وبيقبل المريض شغلات وبيسهل بالشرح، بس اذا فتنا غلط بنيجي بنصير مفهومنا غلط للشغلات، بنصير نشرح للمريض شغله هو فهمها بشغله ثانيه، وبيصير معه العائلة كمان فهمتها شغلة ثالثة، بتصير القصة مثل الحديث المعلن عن التضارب. فلذلك لازم كمان توعية، مش بس بالإنترنت، توعية بمحلات مختلفة بنام بالمحيط. يعني هذه بسموه تثقيف العائلة للبيشنت والفاميلي لحتى تتساعد، لحتى نساعده ويساعدنا بمتابعة علاجه، بتشخيص علاجه، متابعة علاجه وبمتابعته بعد العلاج. أوكي. فمهم كثير هالتفاعل هيدا بين الحكمة، بين الحكمة والمختبرات الرئيسية والجامعات، تسخيف الأطباء، تسخيف المرضى، كل هذا والمال، هذا كله هالكومبرهنسيف، كل هالشغلات هيدي هي بتخلينا بمصاف الدول المتطورة جدا. انا مصرة انه لبنان متطور، انا مصرة معك متطور. نحن عندنا سياحة طبية صارت طيب عم تحكي 100% مظبوط، بس ما لازم ننام على حرير، معك حق 100% كمان. غيستون امبل، يعني نكون متواضعين. دكتور احمد ابراهيم اختصاصي واستاذ جامعي بامراض الدم والاورام وزرع الخلايا الجذعيه، نحن بنشكر حضورك معنا، كثير مهم يلي كنا عم نحكي على امل نوصل للنقاط الثلاثه المهمه يلي ذكرتها، اهلا وسهلا فيك دكتور. انا بشكركم، ان شاء الله بالمستقبل نرجع نيجي نحكي على شغلات اداء لامراض اداء ان شاء الله نسقف العالم. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. خليك معنا بس لنقدم هالتقرير وننتقل الى معراب تحديدا، اللقاء يلي جمع اكثر من 18 جمعيه نسائيه تحت عنوان لقوانين اكثر عداله، اللقاء كان بدعوه من جهاز تفعيل دور المراه القوات اللبنانية، وكل التفاصيل منشوفها بهالمشاهد. مواد وقوانين عديدة مشحفة بحق المرأة اللبنانية، تعديلة أو تغييرة ما بيكفي فقط عبر طرح شعارات ومظاهرات، بل لابد من العمل الجدي. فكانت الخطوة جدية من قبل جهاز تفعيل دور المرأة بحزب القوات اللبنانية، حيث اجتمع على طاولة الحوار بالمقر العام بمعراب 18 جمعية نسائية طرحوا مشاكل المرأة مع القوانين يلي يجب تعديلها. نحن حبينا نعمل لقاء اليوم تحت عنوان مثل ما قلنا مع القوانين أكثر عدالة، لحتى نجمع الجمعيات مع حزب القوات اللبنانية، وياريت بيكون في معنا أحزاب تانية أكيد، حتى نتشابك نحن وياهن ونوصل لاقتراح قوانين غير مشحفة بحق المرأة أكيد. يعني أول شيء الأحزاب السياسية بتشكل الحياة السياسية بلبنان، اليوم إذا كل حزب بيعمل مبادرة مثل ما عملوا القوات اللبنانية، أنا بعتقد بصير في حركة أسرع وطريقة يعني طريقة سريعة لحتى نقدر نوصل نغير كل هالقوانين هون. محرك التغيير بالمجتمعات هو الأحزاب، هو المجتمع المدني، شيء طبيعي، بس أكيد حتى نوصل للنتيجة اللي بدنا إياها، النتيجة القصوى للشغل بالتغيير هي بإشراك الإدارات الرسمية بالتغيير، يعني مش بس بيكون على صعيد تغيير تشريعي، حتى لو صار تغيير تشريعي إذا ما كان في تغيير بالثقافة بحد ذاتها ما فينا نوصل إنه نغير، لأنه التطبيق هو الأساس. كرمال الإرادة الفي والكرامة والحرية، كرمال اللي نعسوا راحوا عم طارح حلوة ومنسية، كرمال الإيمان الفي بالإنسان بالإنسانية، أنا الصوت الحر العالي، أنا البكرة الأمل الجاي. كان
شعار اللقاء معا لقوانين أكثر عدالة، ولكن هل ستتحقق هالعدالة بمجتمع ذكوري الذهنية؟ القوانين بيعكسوا ذهنية موجودة في المجتمع، فالذهنية بالفعل لا تزال ذكورية بالكامل. وأنا لما عم فوت على تجمعات رجالية لقي أنه آخر همهم قضية المرأة وما بيعترفوا فيها، بالعكس بياخدوها وسيلة تنكيت. يعني لا، المجتمع إذا كان نصه منو واعي ومنو فهمان ومنو آخد قوته، خصوصا الصبايا كلهم عم يتعلموا أحسن علم، مش حرام هالأدمغة يخسرها البلد؟ ليش عم الأهل عم يدفعوا والبلد عم يدفع هالقد حتى يعلم هالبنات؟ هول البنات لازم يستفيد منهم البلد. عشر جمعية نسائية رفعوا مطالب المرأة اللبنانية بأعلى صوت من مقر حزب القوات وبحضور نواب من البرلمان اللبناني. عالوا الصوت يصل أسرع إلى المشرعين والمسؤولين. الآن الأوان أن النواب يتجرأوا يطرحوا الأمور مثل ما هي، يعني ما فينا نضل نرقع، يعني شو هالديمقراطية الموجودة ونظام برلماني ما عندنا كوتا للنساء؟ طب كيف قابلين بالكوتا الطائفية ومش قابلين بكوتا نساء؟ طب ليش النساء ما بدهم يكونوا موجودين بصناعة القرار؟ مطالب كثيرة خاصة بمجتمعنا، لأنه حتى المواطن شو ما كان، يعني إن كان ذكر أو أنثى، مش وصل له كل حقوقه. طبعا نحن بدورنا كمشرعين وانه نستمع ونشتغل على تصحيح او استحداث القوانين.